صافي بدينا صافي يلا بسم الله بسم الله الناس عندي هنايا واحد الموديل المهم عندي هنا واحد ديفو ياك عندي هنا واحد ديفو في الكسوه داكشي علاش غنضطر انني ندير هذا الموديل هذا عندي هنا واحد شويه ديال الثوب كشف صافي المهم الثوب ديالي راه فيه جوج اونس تنيت العرض على جوج عاود تنيتو على اربعه يلا دابا غنبداو من هنايا انا الموديل غنديرو غير من راسي وصافي غنبداو من البلاصه اللي مسدوده اول حاجه نقلب شويه هنايا غادي نقد الثوب ديالي صافي هاد الموديل راه كيجي واعر زوين غيجي البليه تجي لي هونش المهم انا هنا غادي نحاول نخدم طي صغيره غادي ندخل بسبعه وغادي نهبط بجوج قرب شويه هنايا وغادي القوه غادي نحط ليها 18 كما قلت لكم طاي صغيره 18 في الكتاف منين جبت 18 نص نص في الكتاف عطاني 18 ديت هذه النقطه ديال 3 هبط ب 3 3 عند 7 غنهبط ب 9 نديرو لها 38 38 ديال ارتفاع الامام غادي نسطرها غنحط على دوره الصدر مقسمه على 4 غندير ليها 28 ندير 27 ندير 27 ماشي بنت صغيره لا هادي ماشي بنت صغيره هادي راه فوق 20 غير طي صغيره فهمتوني كيفاش درت هنايا سبع شحال درت 26 ونص غنعاود نطلع هنا غندير 26 ونص كما قلت لكم هذا الموديل كيجي زوين بزاف هانتوما غتشوفوه من هاد التخيط ونبدلو شويه شنو ما يبقاو ديما البليات جايه الكرش انا هبط شويه بالبليات اللي تحت درنا لها هنايا في سمو الكتاف 18 غنزيد ليها واحد هي 19 وغادي نحط واحد هنا كيبان مزيان وغادي نقلب على 19 غادي نخط هذا بحال هكذا وغنقد التركيز ديالي غادي ندخل لها هنايا بجوج وغادي ندي هاد جوج لعند واحد لعند هاد النقطه هادي غنهبط ب 15 حيت ماشي صافي الثوب فيه ديفو صافي زمتني انايا لا فيه ديفو ما خاف حتى شي ثوب كيكونوا رخاصين فيهم ديفو انت اختاري انت علاش كتعلمي درنا لها هنايا في الصدر 26 انا غندير لها 28 دائما الصدر دائما الحوض كيكون اكثر من الصدر الا مثلا الكليان عندها قد الصدر قد الحوض انت زيدي لها في الحوض واخا ما عندهاش زيدي لها في الحوض صافي رجعي شويه اللور ومن هنا غنمشي اوتوماتيكمون لهاد الخطر هذا ديال الثوب وغادي نحاول في هاد القطعة هادي نطلع واحد شوية صافي عادي كورساج عادي عطوني نقص كورساج عادي ما فيه حتى حاجة ولكن أنا غادي ندير شي شوية ديال سمو بليات في الكمام المهم فعلى حساب التوب ديالي وصافي أصلا التوب إلا كان ديجا مشارجي مكيلاش تزيدو نتوما تشارجيو التوب هذا راه لقيتو انا شويه طايح في الثمن ولكن فيه داك الديفو تما داكشي علاش خديتو ولكن انا عارف غنخرج فيه بسواعره غير الا كانت كليانة غليظه راه غضطري انك هذا تبدلي الموديل ولا كتشري كميه كثيره شويه تنوض تشري مثلا جوج اونس كتاخدي ثلاثه غير باش تهربي على داك الديفو صافي هكذاك دابا هذا الفوق عرفتي باغا تجي هاد التقطيعه غتجي هاد التقطيعه جيت الفخاد ولا فوق الركبه بارك الله تشوف شحال زوين هذا راه كريب ما بين الكريب والخيط غادي نحيد واحد الطرف وغادي تعبري لي هذاك شحال فيه تمام لا ماشي التركيز تعبري لي الطول باش نشوف شحال غندير في البليات قربي حدايا شويه هاد القدام هذا دابا هذا القدام هذا الامام غنشدو وغادي نزيد عليه اضافات شنو هما غادي نشد التركيز غنقسمو على جوج وغندخل بجوج 90 مزيان عند الركبه وغادي نحفر هاد البلاصه وغادي نجي للامام غادي نهبط فيه 10 دخل ليا الراس مزيان ما دخلش راه كنزيد فهاد 10 هادي المهم انا كندير 10 ملي كنكون كنخيط كنجرب الا دخل ليا راسي انا راه مزيان حيت راسي ما كبيرش بزاف وما صغيرش المهم راس تاع بنادم وصافي يعني الا دخل ليا راسي انا راه يدخل الكليان هذا هي راسها صافي غنحيد هاد الطريفه هادي حتى هي
هذه ضروريه كتحيد. وغادي نعبر هذه البليصه هذه هي علاش كنديروا لكم. عندي فيها 24 نقص منها واحد هي 23. عندي عاوتاني في الطول 90 ياك الجاير 90 صافي. يلا حطوا معايا البرد صافي الهيد. بقى لي هاد الثوب هذا، هاد الثوب هذا غنشدو غنوريكم الديفو فين جا. شتي الديفو جا هنا، جا هنا الديفو. غادي نحاول انني نقطعو كاع الهيد ونضرب عليه ماشي بزاف، ولكن 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 راه خصني ديما ندير الموديل اللي غيضرب نهرب على الديفو. غنستغلو غندير فيه بليات بليات حزام. شحال عندي تما؟ عندي 90. شوفوا هاد البنات 90 غنشدها نخرجها، غنخرج 90 فين هي فين هي فين هي فين هي هاد 90. وغادي نعبر الطول ديال الكسوه ديالي. غادي ندير 144، ندير 144 ولكن غادي نشوف واش غيخرج ليا الكم ولا لا. غندير 144 غنضوبلها على جوج. دابا ها هو، دابا هذا هو القياس اللي خاصني في الكسوه. انا باغا بليات يعني غادي نبني عاود على جوج بحال هكا، ولكن غادي نشوف الكمام واش شايفين هنا ولا ما شايفينش. 140 باش لا تجيني قصيره بغيتها تكون شويه، بغيتها تجيني قصيره واخا ديال المحل بغيتها تجيني قصيره. المهم شايف ليا هذا، هذا انا غنخرج فيه كم مخير صافي. يلا ردوا البال البنات، عندي هنا البلاصه المحلوله ها هي والبلاصه المسدوله هنا، يعني هنا هو القدام وهنا هما الجناب. اش غندير؟ غنجي للوسط وغادي نطلع بواحد 5 سنتيم وغنقطع دائما الجناب كنطلع. كيف ما كتلاحظوا الثوب راه 2 على 4، هذا ديال الكمام الثوب راه 2 على 4. غادي نقطع قد الثوب من هنا وهنا غنحلو ضروري. هنا كيتحل 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 بالمهل بشويه باش ما تعوجيش، الا عوجتيه راه خسرتي الكسوه. واحد هذا هو اللي غيلصق مع الكسوه الفوق. وغادي نعلم، علاش كنعلم؟ كنعلم باش ما نلصقش هنا مع هنايا هكذا. دابا هادو بليات شفتوا كيفاش كيجيو. دابا انا راه عطيني بليات كثارين في التحت كما قلت لكم، كنعبر الطول اللي خاصني وكنثني كنعاود ندوبل على جوج. صافي بقى لي هذا. هاد الطرف هذا ضروري خصك تخرجي فيه لكم. غنشد البلاصه المسدوده ياك، البلاصه المحلوله ها هي، غنثني على جوج بحال هكذا وغادي نخرج هنايا الفوق وهنا غنخرج للتحت هكاك. قد الثوب ديالي، المهم خصني نقدم واحد البلاصه وصافي. بارك عليا. غادي نجي لهنا وغادي نهبط ب 13. شحال درنا تما؟ 24 ياك، 24 هكا كنهبط ب 13 كما قلت لكم كليانه يعني ضعيفه، 13 كافيه ها. وغادي نعبر 24. جات نيت، عندي كاع على 25 ندير لها بليه فوق الكتف. 24 غنقسمها على جوج. صباح الخير، غتعطيني 12 قربي شويه حدايا. هنا عبرت 24، منين جبتها؟ جبتها من التركيز الامام. سير غنقسم هاد 24 على جوج، غنعاود نقسم هنا على جوج وغنقسم هنا على جوج. الفوق كنطلع بواحد والتحت كنزل بواحد وكنصير النقاط مع بعضياتهم. هادشي راه درناه وعاودنا درناه وعاودنا درناه. غادي ننزل ب 30 وهاد 30 هادي غنسطرها باش نحط عليها دورة الدرع وتسمع على جوج. غندير لها 17 بارك عليها وغندي هاد النقطة لعند هادي. وهنا درت 17 يعني هنا غندير 16، ما حد دار لي يد كتنزل وهي كتنقص في العرض. وغنقطع هكداك، غادي نقد هنا الطول ديالي. دابا هذا الفوق غادي نعبر شحال فيه؟ عطاني 38 ياك. انا شاط لي هاد الطرف، هذا الطرف هذا خصني نصنع منه انا شي حاجه ضروري، خصني ندير منه شي حاجه، شي حاجه اللي نكمل بها لكم كما كانت، ما عنديش مشكل. غادي نقدو بابا بزز نخرجوها، نقد الثوب من هنا. شوفي تما واش كاينه شي لعيبات الباندا شي لا
البنطه لتحت. المهم صبري غنشوف انا واش غنخرج البنطه. المهم هذا الفوق ياك، هذا اللي شاط ليا، غادي نعاود نعبر فيه ولا شي. درنا هذا الموديل هذا عطاني 65 يعني مزيانه. انا دابا هذا غنخليه بحال هكذا ياك، وغادي ندير ليه لاستيك، غندير ليه لاستيك. مناش غنحلو غنحلو غير من هنايا، نحلو من هاد البلاصه نحلو من هنا. شوف هاد البنات دابا هادشي انا كتشوفوا لي كندير، راه ملي غتعلمو نتوما راه غتولو بحال هكذا، تولي فهمتي، خاصة ملي كيكون شي موديل شي توب شي موديل ما. المهم بغيتي نتي تخرجي الموديل وصافي. يعني حليت من هنا حيت جاني مسدود، غنعاود نردو كي كان صافي. دابا اش غندير؟ غنسدي هذا مع هذا، غيجيني بليه هنا في الوسط، وهنا غندير لاستيك. عليكم السلام. صافي عطاتني 65 مزيانه، غندير لاستيك هنايا. يعني خرجت موديلي بكل اريحيه، ما عندي حتى مشكل. غادي نشوف غير هذا واش قادين هادو مع بعضياتهم ولا لا. شي حاجه كنفصلو شي حاجه غنقد هذا شويه شويه طي ضعيفه. دابا هنا غادي يقدر يا اما غيجيني ولا غتجيني واحد البليه شويه في هذا. صافي غندير لاستيك هكداك. اش خاصني؟ اش شاط ليا؟ شاط ليا هذا؟ اش اخويا قلبيت ما شيت؟ ربما هذاك هو اللي شاد. صافي المهم شاط ليا هذا، ما غاديش نضيع شاط هذا تا هو ما نضيعوش. باش ما درتي زدتي اضافات على الثوب باش ما مزيان. شاط ليا هذا طويل، غادي نشدو وغادي نقادو وغندير بيه بليات في الكتاف ولا في الفوسط لكم ساعات لكم غندير فيها البليه في الداخل. المهم عطا الله ما يدار. غنعبر غندير سبعه، غندير سبعه. شوفي ليا شوفي ليا الشيط تما عاود صافي، مابقى شي حاجه نديرها فوق الكتف. شوفي ليا هذا، ما عادش بنخرج انا من هذا الموديل. زوينه زوينه زوينه. داك الكشكاش اللي كتكون مازال ما بانوش غندير لا زعما تفينيها غير قبتي هنايا. دابا ديك القطعه اللي قطعت غادي ندخل فيها تما شي كشكاشه، ماشي مشكل. ايه ماش بعد ماش تبان شوف نفس الوقت تعطيني موديل زوين ديكور. هذا كديرو فيه العرض اللي بغيتو. انا دابا على حسب الثوب اللي عندي، حيت عندي الثوب فيه غير جوج جونز ومازال نقص منه. هاد الثوب البنات راه كنت باغا ندير فيه موديل انايا ولقيت فيه ديفو. اصلا انا شريتو فيه ديفو، فيه واحد الكشفه واحد الكشيفه فيه شويه ديال الثوب كاشف في الوسط، داكشي علاش اسمو. المهم هادي راه فيها في العرض سبعه، هادي انا غنشوف كيفاش غنلعب فيها. 100% غنقسمها على جوج ياك، غتشوفي غنقسمها على جوج وغنديرها فوق الكتاف. هادي غنديرها فوق الكتاف صافي، ديري ليها فينتا غتجي فوق الكتاف. ها بغيت وحده اخرى تكون كبيره ياك، بغيت نديرها في الكمام، بغيت شي حاجه نديرها في الكمام. صافي ما شايتش هنا والو، يجا هنا ما كاين والو. هذا بوحدو اللي شايط، ما شايتش شي واحد بحال هذا. ها هو هذا طويل، شتو الديفو اللي كاين ها هو. ها هو هذا دابا مزيان، هذا غنقادو. صبري هذا هو اللي غندير في القطعة، غندير في القطعة في اليد. هذا غندخلو ما بين القطعة ديال الكمام القطعة اللي درت. دابا غادي نعبر اسمو هذا، راه كيدير ليها البنات التيراج، يدير ليه التيراج عليه كتخدمي فاسمو. غندير فيه سبعه ثمانيه كاع ندير ثمانيه ندير سبعه بركة باش يكون قدو قد داك الاخر. شوف شكون دخل هاديك المصيبة هي اللي فيها هادشي، هي الثوب كلو فيها كلو. ولكن غادي تاخدي هنا شوية طاشي، فيه طاشة وحدة صافي، فيه طاشة وحدة. يا يعني كتعرف يا إما كتاخدي كمية الثوب كثر من اسمو
من العدد اللي بغيتي، ولا كتفصلي الموديل على قد على قياس هذيك اسمها على قياس داك التيفون اللي عندك. المشكله جات في الوسط، ضروري في الوسط. غنوريكم دابا الموديل اللي درتيه انايا باش تفهموني شنو درت. ضروري غتجيك في الوسط، ما عندكش كديري عليها. هذه 100% الكشفه ديال هذا لا شي رولو ولا شي جافيل كنقدر عليه، المهم شي حاجه بحال هكا. ولكن انتم تبارك الله واعر زين. هذه غندير لها بحال هكذا، ولكن نخليها دابا هذه طال الاخر. هذه غندي عليها التيراج، التيراج عرفتوا شنو هو التيراج؟ التيراج هو سور جيركان، غيضرب عليا كامله بالتيراج ياك كامله من جهه وحده، من جهه وحده صافي، من جهه وحده. ولا كنشدها انا نخدمها هكذا، ولكن انا حسن بيت لها التيراج صافي، وانا غنخدم بها غنقسم على جوج، وغادي نخدم بها انا في الكمام. صافي غنبقى لي هذا، غندير فيه البيب. جمعتي لي الجهل، بقى لي هذا غندير فيه البيه، غنقطعو شويه يكون ضيق البيه، البنات ما كيكونش ضيق بزاف، داكشي علاش كيجيكم واقف. السيده اللي باعت لقيتها ديك الكسوه راه داكشي علاش جاها واقف، تنتي شويه عندك واقف. البيه راه ما كيكونش ضاير، راه غير شويه، راه كتميلي باش يجيك مع القطعه ديال العنب، راه هي شويه ما كيكونش عاوتاني ضيق. وما كنديرش فيه اكثر من ربعه، ثلاثه ونص اربعه. هاهو شتو كيداير هاهو درتي اكثر من ربعه صافي. عادي ماشي شي حاجه كبيره ولا غادي نسرحي باش يبان لكم. يلاه شفتوا شنو درت، وبقى لينا هاد العجب صراحه، انا ما كان باقي نخرج منه شي حاجه. ابو جمعي راه خرج من الزبد. يلا نشوفوا شنو درنا. اجي جعدي سرحي معايا. هذا الظهر ياك، هذه هي الامام، هذا الظهر، ها الامام. شوفوا البنات ملي تكونوا كتفصلوا ديوركم ولا حتى هنا حتى عندي هنايا، دائما خدموا بهذه الطريقه هذه، حطوا البياس باش تشوفوا اشنو درتو. ماشي تمشي طال الدار وبغيتي تقلبي لي على الطروفه، مع شكون دات لي الطرف، مع شكون دات لي هذا الفوق. القطعه الديفو جاني هنا، انا نورمالمون الموديل كيعجبني كندير القطعه هنا، ولكن ما في غتجيني هذيك الديفوه، غتجيني في وسط النصايه. يعني ها هي الكسوه، واخا نطلب فيها حتى 100 درهم طاح ما يعطيها لي في المحل، علاش كتسمى فيها الديفو؟ ولكن هذه لا، هذه دابا غنبيعها، ونبيعها براسي مرفوعه، نطلب فيها حتى 5000 غنشدها فيها. فهمتوا كيفاش؟ خصك تعرفي كيفاش تلعبي بالموديل، وهذا الموديل كاع زوين. هذا راه درتو الفصاله ديال الفلفل، راه فلفل كبير غيعطي شفتو. صافي بالنسبه للكمام، بالنسبه للكمام ها هما ياك، غتسخري شويه وغادي ندخل فيهم الفلفل. هاد الفلفل هذا ياك غندخلو هنا فهاد البلاصه هادي حيت هاي الجنب، هاد القطعه هادي ياك غندخل فيها هنا هاد الفلفل، وغندير هنا لاستيك صافي. وعندي هذا، عندي واحد الشريط حتى هو طويل، غادي نخيطو هنا مع التركيز باش يجوني فرفار حتى في التركيز صافي. وغادي نفيد الفيديو كي جاكم الموديل زوين زوين واعر. يلا السلام عليكم.